أو محمومين باستهداف رموزنا ومناضلينا ومناضلاتنا، ولكن هيهات، نحن هنا من أجل الدفاع على مكانة المجتمع ومكانة تونس. خليني أكون واضح معاكم ومع الشعب التونسي. تعرفوا علاش مستهدفين الاتحاد وما ينجموش؟ لأني في وقت سابق قلت لهم الصوت العالي، الذي يريد حكم تونس عليه أن يقرأ التاريخ جيدا، عليه أن يقرأ التاريخ جيدا. كل من تحقق على الاتحاد وكل من حط راسه براس الاتحاد إلا كان في سلة المعاملات، والاتحاد بقي جبل شامخ لن تهزوا أريحنا. هؤلاء المراهقين السياسيين الجدد، أن الاتحاد في ضمير الشعب، لأنه المنظمة خلقت من رحم الشعب وستظل دائما وأبدا إلى جانب المسحوقين اجتماعيا. إحنا اللي دفعنا مش رفعنا في منحة العائلات المعوزة، إحنا اللي دفعنا باش جبنا وخدمنا المفروزين أمنين، إحنا اللي ندافعوا على قضايا كل بتاع التهميش. البلاصة دي يقصدها كل مظلوم وما يخرج إلا فرحان. فبالتالي نقول أنتم كبار في قيمكم ومبادئكم، وستظلون كذلك، وسنظل في الصفوف الأمامية وفي مقدمة كل القوى الحية الديمقراطية والتقدمية، والتي تحب الخير للشعب ضايع في النضال المستمر والمسيرة مستمرة. وعلي المبارك الامين العام مساعد الاتحاد العام لتنظيم الشغل. هو اليوم الذكرى السنويه نحياها كل سنه منذ اغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرح حشاد 4 ديسمبر، وفي الحقيقه الاغتيال وقعنا 5 ديسمبر، ولكن نحن نحيي هالمسيره هذه ونحتفي او نعمل تجمع عمالي نقابي كل سنه من 4 ديسمبر، يوم 5 ديسمبر الوقوف زاد بشكل رسمي على ضريح الفقيد والزعيم والمناضل فرحات حشاد. دعيني بالمناسبه ساعه نترحم على ارواح شبابنا اللي سقطت في ومات الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم، وان شاء الله الحادث هذا يكون درس لكلنا كتوانسه، حكومه، مواطنين، احزاب، مسؤولين اداريين، على العنايه بالبنى التحتيه واجتناب، وكذلك حتى بالوسائل النقل، حتى نجتنب الفواجع هذه اللي كثرت في تونس. وان شاء الله ربي يمنع بلادنا ويمنع شبابنا، وان شاء الله يكون هذا اخر فاجعه مر بها بلادنا. على كل حال احنا اليوم هناك تجمع بالشقه فيه الاخ الامين العام خطاب وكلمة الاتحاد، وفيها عديد الرسائل وعديد المضامين، سواء في الحالة التي تعيشها بلادنا أو الوضع الذي تعيشه بلادنا، وكذلك الوضع النقابي ومستقبل الحياة السياسية والاجتماعية والنقابية في تونس المدة الجاية، ودعوة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، والدعوة إلى الإسراع بالبدء بالعمل، لأن الوضع نعيشه فيه توا وضع شبه حالة شلل. تشوفوا أنتم الوزارات ماهيش موجودة، تقريبا عندنا 8 وزارات بالنيابة، وهذا سبب عديد المشاكل وعديد الصعوبات وعديد المطبات وعديد الإشكاليات. فالأمين العام في خطابه اليوم للاتحاد موقفه هو لابد أن تستأنف وتبدأ العجلة في الدوران، ودعوة ذلك لكل الفرق السياسيين وكل الأحزاب السياسية خاصة البرلمانية أن تجتنب الاشتباكات والصراعات الهامشية اللي ما عندها حتى معنى، وترزن شوية وتفكر راهو البلاد ما تتحل ما تنجم نوقظها إلا بالتحاور والتوسط الحوار وعلى التفاهم والتوافق بين كل الناس. هذا حتى وإن اختلفنا لابد أن نتفق على تونس بكلمة سواء، هو أنقاذ تونس يعني في وضع سيء اجتماعيا اقتصاديا سياسيا على كل الملفات مطروحة، شوانط كبيرة تنتظرنا، لابد أن نبدأ من عمل ربي باش ننقل بلادنا بحول الله.
سيد مباركي، من موقعكم الاتحاد العام التونسي للشغل معروف يعني منظمة مدافعة على الشغل والشغالين، مدافعة شرسة في هذا المجال بالذات. هناك عديد الآراء خاصة في الآونة الأخيرة تقول بأن الاتحاد هو سبب في تدمير الاقتصاد التونسي من خلال دعوته لآلاف الإضرابات والاعتصامات يعني من 2011 لتو، مما تسبب في إغلاق عديد المصانع. رأيكم في الرأي؟ هذا حقيقة مجانب الواقع، مجانب الحقيقة، والناس ما تعرفش لا عندها الأرقام ولا عندها المعطيات ولا عندها. وإذا كان أردتم أن تعرفوا المعطيات، وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة وعندها الأرقام وعندها كل الإشكاليات اللي طرحتها سيادتك. ولكن الاتحاد بعمره لا كان هذا الاتحاد، هو بالعكس هو يساهم في تحريك الاقتصاد وفي تحريك العجلة التنموية ويساهم في حل المشاكل الاجتماعية. ولكن أمام طو إذا كان ثم إشكاليات نحاولوا نفضوها بالتي هي أحسن، وهي طريقة الحوار وطريقة الطريقة الصلحية، سواء في القطاع خاصة وقت العام. وشفتوا كل حتى الباقيات التنبيه بالإضراب ما تمتلتش، وقع الشماع سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية أو في التفقدية العامة للشغل ونصوا، أو في وزارة المعنية ونصوا إلى حلول. ولكن من سنة 2011 إلى الآن هناك عديد الاحتجاجات المعطلين سبت في تعطيل حركة الإنتاج، وسبت في تعطيل السكة الحديدية، سبت في تعطيل وتسخير القياسات. هذا نجع على ناس بطالة تطلب في الشغل، طالب باش تشتغل، طالب باش يكون عندها حقها وهو حق مشروع. ولكن هذا الدولة في غياب وضعف الدولة تسبب هذا في إشكالية كبيرة، وتسبب حتى في أن الدولة في حد ذاتها ما خمتش وما فكرتش باش تلقى حل للعباد هذو من المواطنين هذو من الأهالي، خاصة أنت عارف بمئات الآلاف، وخاصة أصحاب الشائل هم تو موجودين في اعتصامات بين الوزارات في بعض الأماكن، في بعض المعتمديات، في بعض الجهات، أمام بعض المصانع، أمام بعض الشركات. هذا يتطلب منا جميعا أن نبحث على حل حتى نخرج من الوضعية هذه، وتدور الحركة الاقتصادية وعجلة الانتاج ما تبقاش بتعطى من جراء المطالب الاجتماعية هذه، وخاصة مطالب الشغل. ما سماش حتى إضراب وقع عنده صبغة منها مطلبية، خاصة في مؤسسة الانتاج في الوظيفة العمومية. بقعت بعض الضربات صغيرة وأقل بكثير قبل 2011، لكن ثم ناس الجيل تحمل في الاتحاد أنه هو عليها كان معطل الاقتصاد ولا عطل خلال من خلال الاحتجاجات هذه وما يعرفوش. ولكن هذوك عندهم ناس كل العمل النقابي أصل في ذهنيتهم، ما سماش حاجة اسمها نقابة، ما سماش حاجة اسمها عمل نقابي، ما سماش الاتحاد عم تسوي الشغل هذا اللي هو ركيزة أساسية في البلد هذا، وهو ما سماش دولة، ما سماش تونس إما كانت فيها اتحاد عام تنشوه قائمة بدوره الوطني. الاتحاد موش حزب ولا يبحث عن حكم ولا يبحث على أنه يقدم حزب هذا على هذا، ولكن الاتحاد هو يلعب دور التعديل ودور الرقابي حتى لا أحد ينفرد بتونس ويعمل اختيارات يحبه هو ويسبب في مشاكل في البلاد هذه. موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة بخصوص الشكاية المقدمة من قبل النائب السابق عماد الدامي للاطلاع على حسابات الاتحاد، موقفكم هل تعتبرون هذا نوع من الشفافية والديمقراطية وما شابه ذلك، أم مؤامرة سياسية ضد الاتحاد العام التونسي؟ ياريت كان يندرج في إطار الشفافية وفي إطار الوضوح وفي إطار، ياريت هذا كله يمس الناس كله. احنا رغم أنه الناس هذه تضيع في وقتها، عندها بضيع الوقت، راح تقرير الاتحاد وحسابات الاتحاد وملف الاتحاد كلها منشورة عند الناس كل، خاصة من مؤتمر جربة وإحنا جايين، ولا عندنا إكسبير كونتابل يؤخذ بأبل ضفر من برا ويتابع وهو ينشر في المعطيات وحساباتنا وفي تقاريرنا المالية في مؤتمراتنا الجهوية والقطاعية والوطنية، ومع ذلك يسلم هذا لرئاسة الحكومة ولوزارة المالية. وحتى عند إكسبير كونتابل عند الكونسيل دوردن بتاع الخبراء المحاسبين وفي مواقع الاتحاد وعند الإعلاميين ومصورة في الإعلام في مؤتمراتنا في محطاتنا كلها، يعرفوا ناس تضيع في وقتها وناس تدخل تعمل حب تعمل حملة نهائية. ولكن العباد هذه راهي أكد لك الاتحاد باقي ومواصل وأموره واضحة والشفافية يبحثوا عليها، نحن شفافين وكل موجود وعلى شيء يمشي يتصدم أحبات نعطوه إيش يطلب هو ولا غيره. ولكن أقول لك هذه الناس هذه
ترقص على انغام خاشه، ولكن المفروض العباد هذه هما باش يحاسبوهم، لانهم هما بيتهم عندهم بعض التمويلات جايه من وراء البحر، والتمويلات هذه فيها ريحه مشبوهه بعلاقه بالارهاب وبتسفير الشباب. وهذه الجمعيات هذه لابد من التدقيق معها، ولابد من النظر الى المسؤوليه هذه ومع البنك السنترال اللي دخلت وكيفاش صرفت، حتى نعرف ونحن نسكن والاتحاد مطالب. مطالبكم كاتحاد تجاه هذه اللي كنت تحكي عليهم سيادتك تويكا اللي عندهم تمويلات مشبوهه؟ مطلبنا نحن انه لابد من شفافيه الفلوس هذه كيفاش دخلت ومنين دخلت ومنين مشات، لان ثم معلومات تقول ان الفلوس هذه قاع صرفها في تمويل الارهاب وفي تصفير الشباب الى بؤر التوتر. هذا لابد ان نعرفوا المركز المركزي اش تعدى الفلوس. اذا كان ما تعداش على المركز المركزي هي خيبه المسعى ومشكله كبيره. وكيف تشوف الجمعيات هذه وهم يعرفوا الجمعيات هذه ان الجمعيات هذه الفلوس هذه وين مشات، ولابد من التدقيق معها، ولابد من كيف لابد باش نعرفوا زاد القروض اللي خسرتها تونس من بعد 2011 ولا حتى قبل 2011 كيفاش صرفت وين مشات واين هي هذه الاموال الطائله. اصبح المواطن التونسي بيزو عنده ملايين من الديون تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.